عيطت ليوسف قلت له شو حنا كيعلقوا ليا فلان سبقك قال لي قاعد الدنيا قلبناها صاحبي عيط انا ما كنضربش مع الرزق انا ما تشهرش والناس تشهروا الله يسهل عليهم يا سيدي ربي تسهل عليهم وتفتح علينا وعليهم وعلى جميع المسلمين باب الخير وباب الرحمه با احمد بقى با احمد باش تشهد واحد الشهاده للحق واحد الشهاده للحق حيت شي ناس تعداو عليا وكيقولوا لي سبقك فلان حيت هذا الفيديو كامل وهذه الحافه ديال جبابه ديال جبل هذا ضمدني لوحش ديال الجنوب بغيتك يا حماد با احمد تشهد واحد الشهاده للحق با احمد الله يحميك ودي با احمد يمتى كنا هنا 2020 ياك 2020 ها وعمر انا ما فنوض في ياك ها 2020 4 سنين دابا هذه ياك وانا ويوسف ياك حيت دابا با احمد كاين شي وحدين دابا الفيديو راه باقي في القناه الفيديو اللي صورت معاك فنوض في دابا كاين شي وحدين كيشوفوا الفيديو وش واحد طالع الله يسهل عليه طالع اكثر مني الله يسهل عليه كيقولوا لي سبقك فلان وديك الهضره كتاثر فيا حيت ماشي انا غضر مع الرزق انا ما تشهرش الاخر سبقني داك الشيء رزق الله يسهل عليه كنقولها يا ربي يسهل عليه انا الا بغيت ليه شي حاجه الا بغيت لاي مسلم شي حاجه كاع اليوتيوبرز المغاربه الله يسهل عليهم ولكن ها با احمد شهد الشهاده الحق حيت دوك الناس تعداو عليا جرحوني ديال بصح با احمد لا بلاش با احمد بلاش اخي ابراهيم بلاش حيت دابا في هاد الحافه غندوي غير على هاد الناس انا ما عندي ما يدار وسمحوا لي الاخوان خوتي المغاربه كنعاود نقولها لكم 10 المرات حيت هاد الناس علقوا عليا عيقوا عليا بمعنى الكلمه سبقك فلان انا راه جيت لهاد المكان في 2020 هاد الفيديو في القناه هاد الشيء اللي غنقول في هاد الفيديو تعصبت والله با احمد تعصبت زوينه هادي ما عمرها كانت في التاريخ ديال المغرب بحال دابا مارشي هي غنمشيو نسدو كاع صحاب الخضراء نقول ليه لا انت كتبيع الخضراء خص غير واحد يبيع الخضراء واحد اللي خاص يبيع الخضراء واحد الاخرين لا ما خصهمش يبيعوا الخضراء شوفوا الاخوان حافه هذا الموت شفتوها الاخوان خاص المارشي يكون فيه مول الخضراء واحد والكزاره خاص يكون كزار واحد حيت واحد كينقل من الاخر صافي المغرب كله غيتسد حيت كاين الجزارة غيكون غير واحد حيت الاخر كينقل من فلان وكذلك القيساريات الاخر كينقل من فلان كاع اصحاب الحوايج غيسدوا غيبقى غير واحد اللي غيبقى المهم الاخوان غنكمل الفيديو ديالي كما كتشاهدوا ها هما الدروج اللي كيطلعوا لاعلى قمه جبليه في هاد النواحي ديال ايت صواب ما غنقولش في المغرب كامل حيت تبارك الله كاينين القمم على من هادو منهم جبلته منهم جبلته بقال ومنهم سيروا ومنهم بزاف ديال الجبال المغرب تبارك الله راه فيه ما يتشاف واخا نديرو قنوات كاملين راه غير الصحراء تبارك الله راه ما تحدهاش شوفوا الاخوان على مناظر في هذا المكان اللهم بارك شفتوا الاخوان على مناظر واه واه راه واحد الواد الاخوان با احمد هذا المكان كيفاش كيطلعوا ليه الله اعلم واه تبارك الله تبارك الله ها غار الجبل غار الجور ما كاينش با احمد ما كاينش فين هي الطريق قاصح قاصح با احمد ولكن با احمد نصوبوا هنا ماشي ماشي بحال شحال هذا با احمد انا عييت با احمد ملي قلنا فيه ما كانش طريق بحال هكا مصوبه لا ما كاينش كانت مخسره طريق اخرين ما كاينش ملي كنتي في 2020 كان الطريق مخسره الاخوان راه الفيديو في القناه في الاخر ديال الفيديوهات غتلقاوني لابس واحد الجاكيطه واحد الجاكيطه ديال العسكر واحد الشابو ديال العسكر جبتو معايا باش يكون شاهد حتى هو حيت هذوك الناس جرحوني الاخوان جرحوني بزاف والله العظيم بالله حتى واحد ما جرحوني الا واحد الفئه ديال البراش اللي كيعلقوا ليا سبقك فلان اش هاد الهضره كنسمعوا اي وقارنتو مخازين وشطين بمخازين وشقال هادوك مخازين وشقال اللي مشيت ليهم راه ما عمرهم نهائيا
صورهم شي حد. قال لي واحد السيد راه فلان كيتمشى في ديك الحافه كيجري بحال هكا كيجري حتى انت كتجري. انا كنقول لك من هذا المنبر سير عند الطبيب انا نخلص اخويا النظر. ها جاب مخازين وشطين اللي فيهم الطريق بحال هكا وفيه شويه ديال الخشيبات لو شطين كنت حشم وكونوا تحشموا ديك الفئه اللي كتعلقوا لي هذا الشيء كونوا تحشموا. انا اخوتي المغاربه اللي كيتفرجوا فيا ما عمرني نهائيا نقول شي حاجه اللي ما ترضيهمش ولكن انا جاوبتكم بالادب ما خسرتش الهضره ما قلت حتى شي حاجه غير بلا ما تعيقوا علي الله ينوركم. شوفوا الاخوان على حافات الموت شفتوا الاخوان على الاخوان حافات الموت هادو هما الدروج ديال جبال هذا ضم الدين با احمد راه خليتو في اللور خليتو اللور وخالي ابراهيم ربي بسم الله يلا ابو احمد ولاد النمبر حسن عاشوراء الغاز ما عرفتش ما عرفتش علاش كتبين هذا الشيء والله ما عرفتش علاش كتبين هذه الكلمه زعما هذه الكتبه هذه هذا الضغط والله يهدي الضغط الاخوان. شوف الاخوان على منظر تبارك الله شوفوا على الجبال الاخوان ها هو هذا ضم الدني شفتوه هذا ضم الدني الخطير العميق الوحش. يلا ابو احمد يلا ابو احمد راكم عيتوا